ننقل لكم المشهد والصورة هنا تماما تحديدا من شارع الرشيد من خلفي تماما فندق المشتل، هذا الفندق الشهير في غزة التي كانت تتوالى عليه البعثات الدولية والوفود الأجنبية إلى قطاع غزة. هنا هذا الفندق يسوى بالأرض تماما، ومن هنا أيضا على امتداد شارع الرشيد ومخيم الشاطئ دمار كبير وصحراء كاحلة حلت في هذا الشارع التي تم إعماره بعد إعمار غزة من المنحة القطرية في قطاع غزة. هذا كله يسوى بالأرض تماما، كل شيء في غزة دمار كبير ودمار شامل بعد انسحاب آليات الاحتلال. ننقل لكم المشهد والصورة من شارع الرشيد وخلفي تماما فندق المشتل.